وألقيت جوالكم تحت المقعد. أطلب المساعدة من أفراد طاقم الخدمة للعثور عليه. لا تحركوا المقعد. قد يتسبب ذلك في إطلاق الجوال وبطاريته. يجب على التأكد من أنك تمتعت اليد موضوعة في الخزانة الموجودة فوق رأسكم أو تحت المقعد أمامكم. وربط أحزمة المقاعد بإحكام وإعادة مقعدكم إلى الوضع القائم وإنزال مسند الذراع. وطي طاولات الطعام. الواي فاي والبلوتوث وخدمات التجوال مغلقة لحين إبلاغ
البلد دي. لأن شاطر نفس الأحزمة ماتز المتغير شبكة في مقاعدها ورفع احتمالكم في أحكام كمان استخدم أركان أحزمة مربوطة طول الرحلة في الدورة الثانية بتسوي لك فرشة التخمات. لكن أنا بحاجة تقرا ممنوع في جميع الأوقات. إذا كنتم تسافرون الدرج الساحلي ولديكم تذكرة قيمة أو ما نقدم لكم وجبة طعام بعد قليل يمكنكم الاطلاع على أنهم موجودة في جميع المقاعد بالقرب. سلام التشكيلة متنوعة والشروات الخفيفة والمشروبات التي يمكنكم شرائها. Ladies and gentlemen,